السلام عليكم خوتي خواتاتي، لاباس عليكم؟ كنسلم عليكم وتحياتي. اليوم جبت لكم واحد البريوش جديد وبمكونات سهله واقتصاديه موجوده في كل منزل. عندنا جوج فرماجات، جوج بنانات، معلقه ديال الزبده، ساشيه ديال الفاني، جوج بيضات. كنحتاجوا في البيض بيضه كامله مع ابيض البيض. المهم كناخد جوج بنانات كنقشرهم هاد البريوش البنات راه كيجي لذيذ، غير جربوه راه يعجبكم. البنان يكون شويه طيب، ما يكونش داك القاصح، داك اللي كيكون بحال اخضر، يكون طيب شويه. المهم كناخد الموز ديالي كنقطعو في المولينكس ولا اي آلة طحن كما كتشوفوا على هذا الشكل. كنزيد جوج فرماجات، المهم الفرماج اللي بغيتو، جوج اللي كتبغيو، المثلث ولا المربع، المهم بحال. وبغيتو تزيدوا على هذه الكميه ممكن معلقه ديال الزبده. كنضيف دابا بيضه كامله، ومن بعد كنضيف غير البيض تاع البيض، بيضه وبيض تاع بيض بحال هكا. من بعد كنزيد هذيك الساشيه ديال الفاني، ولا اللي عندكم فاني سائل ديروه، جوج معالق ديال السكر حبيبات ولا ثلاثه، المهم اللي حبيتو، جوج حتى لثلاثه، كاس ديال الحليب. صافي كنطحن هاد المكونات كاملين، كنطحنهم مزيان حتى كيتنيلو مزيان، ما كتبقاش حتى شي كره كويرات هكا ديال الموز ولا شي حاجه، كيتطحن مزيان. كنكبو هكا في شي اناء، كنضيف شويه ديال الملح، الملح كيوازن الذوق. المهم كندير جوج معالق ديال الخميره، بغيتي ديري غير معلقه ديريها خميره حبيبات. حنا عندنا شويه الحل بارد، داكشي علاش درت جوج. صافي وكنخلط هاد الخميره مزيان حتى كتذوب. المهم الطحين يكون مغربل، يكون الطحين مزيان، نوعيه جيده. الطحين على حساب، كاين طحين اللي كيشرب وكاين طحين اللي لا. المهم انا غادي ندير بالعبار، كاس الاول ما يكونوش كيسان عامرين، كنعبر بالكاس ديال العنبه. كنضيف واحد الكميه هي اللي كنخلط، ما نديرش كميه كلها في خطره واحده. صافي كنبقى نخلط فيه على هذا الشكل بحال هكا حتى كينسجم ليا مزيان مع الخليط. ضربيه مزيان، من بعد هي اللي نزيدو الطحين بحال هكا. دابا غادي نستعمل يدي باش نعرف القياس،
نبقى نجمع فيها بحال هكا حتى تجمع ليا. مهم الطحين على حساب كما قلت لكم، كاين الطحين اللي كيشرب وكاين الطحين اللي لا. مهم تقريبا عادي تهز ليا تقريبا شي هزت ليا شي 5 الكيسان هكاك ديال كيسان ديال العنبه تقريبا. صافي كتبقاي تجمعي فيها بحال هكا، تدخلي الطحين في الخليط. المهم انا ضفت كل شيء لان عابره انا 5 الكيسان تما ديال الطحين. صافي كنجمع العجينه بحال هكا، كنبقى ندخل الطحين هكا شويه بشويه. صافي جمعتها، ضفت تقريبا 2 معالق ونص، المهم نقول ربع كاس ديال الزيت. كنحاول هاد الزيت حتى هو ندخله في هاد العجين مع الدلك، شويه ندلكها شويه. حاولوا تدلكوها البنات في هاد المرحله شويه مزيان. مهم راه هاد البريوش راه كيجي زوين، غير جربوه، كيجي لذيذ مع فيه الموز فيه الفرماج، كيجي مذاق مغاير. المهم من بعد هذيك القريعه البنات اللي وريتكم دابا، هذيك ممكن تشدوها وتعقموها وطيبوها في الماء، تغليوها توصلوها بالخل وتبقاو ديروا فيها الزيت وتبقاو ترشوا، كتجي زوينه، كتجي اقتصاديه وعمليه في الخدمه. رشوا بها هكا ليمون ديال الكيك من بعد ما تغسل مزيان. صافي دهنت المول، دابا غادي نخرج الهواء من العجين، كندهن يدي شويه بالزيت باش ما تلصقش فيا العجين. صافي كنخرج الهواء من العجين بحال هكا ونشكل كويرات صغار في نفس الحجم، وكنستفهم في المول، وحده تكون شويه بعيده على الاخرى حيت مازال غادي يختمروا ويضاعف الحجم ديالهم. صافي داكشي اللي شاط ليا درتو هنايا يرتاح واحد شويه، ومن بعد غادي نديرو على شكل خبيزه. نقرصها شويه باش ما تجيش، وهي ما تكونش عاوتاني رقيقه، ما تكونش عاوتاني دايره جايه غليظه بزاف. كنديرها شويه هكا بيدي، كنسرحها بيدي بحال هكا. تنحاول نقادها هذا العجين اللي شاط ليا من بعد ما درت دوك الكويرات في المول. داك القياس كيخرج لك هذاك المول بحال هكاك، وكيشط واحد شويه ديري خبيزات بحال هكا، كتقطعيهم بالموس على شكل مثلثات. كيجي الشكل ديالو زوين فاش كيطيب، هانتوما غادي تشوفوا معايا. المهم كنهزو كنديرو في اللاطه اللي بغات تدخل الفران، كنحطو هنايا حتى كيختمر. صافي كنغطيه هنا ونخليه يخمر، ضاعف الحجم ديالو. من بعد ما كيخمر كندهنو بصفر بيضه وشويه تاع الحليب، كندهنو مزيان. ونحاول ما نبركش باش ما تفش لياش العجين، ندهن غير بشويه. ها هو البنات كيفاش كيجي مفشفش وكيجي مزيان. كنتمنى البنات يعجبكم، والى وصفه اخرى وما تنساوش لايك واشتراك.